قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق مارك ميت إن الصين تقدم أموالا ضخمة لإيران وتستكمل سلسلة القواعد العسكرية بسبب مخاوف من الولايات المتحدة والهند، وتابع: الصين تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، وإيران ستحصل على قدرات دفاعية مقابل الاتفاق معها. أعتقد أن الأمر ينطوي على مسألتين، فلعلنا نتذكر ما الذي حدث في عام 2010، فكانت هناك قواعد كثيرة لمواجهة الأعمال كافة الإرهابيين التي كانت قد عززتها الصين، وكانت قد امتدت أيضا لتصل إلى أفريقيا. وهنا لابد من الإشارة إلى أن ما يقوم به الصينيون لتعزيز نفوذهم لدرجة كبيرة في المنطقة، لتصبح بذلك الصين لاعبا في المنطقة الشرق الأوسط، ولتكون داخل الأراضي الإيرانية.